عائدين. الخبر هذا خلى توينسا تتفاعل، فما اللي قال في الدول الكل الحجر الصحي بالفلوس، كيف تهونوا باش تسافروا مثالش هونوا باش تروحوا لبلادكم. فما اللي كتب ربي نحب نفهم القانون هذا يطبق على توينسا اللي باش يتم اجلائهم ولا المواطنين الكل اللي في الخارج. فما اللي قال واللي جاي سايح يعدي الحجر الصحي وبعد يروح، يعني قص تسكرة ماشي يعدي في الحجر الصحي على نفقته وكهونه. فبالتعليق هذا بالحق الفخفاخ اثبت اليوم انه طلع يبجل مصلحة رؤوس الأموال على المواطن. الحجر الصحي بالفلوس سونيا الدهماني مفهوم، هذه كإمكانية الدولة نتاعنا ولا لا؟ مطالبة الدولة هي ترعى المواطن نتاعها وتحمي صحيا المواطن التونسي. مش مفهوم الحقيقة، أنا ما فهمتوش، خاطر فما حاجة اسمها مبدأ المساواة بين المواطنين، بما أنه تم إجلاء آلاف التوانسة من البلدان اللي كانوا عالقين فيها والدولة أجبرتهم على المكوث في مراكز حجر، هي اللي تتقبل بهم على خاطر من واجبها تحميهم، تحمي البلاد، لكن هما ما اختاروش. اليوم نحكيو على نزل، نحكيو على إقامة في نزل. أنت ساعة أولا اللي سافر، خاطر سمعت سندريلا تقول عندهم باش يصرفوا باش يسافروا، اللي سافر عنده بيجي متاع سفر وتلقاه بصفة عامة منفوذ وقت اللي يروح، مازال عنده باش يخلص إقامة في نزل. ثانيا هو ما اختارش أنه يقعد في نزل، كنت تنجم يعني تعمل على الوعي نتاعو وتعمل له أكل الحجر في دارو. ما شفناها جربناها ونتيجة كانت كارثية. أي داكوردو، نتيجة كانت كارثية. نتيجة كانت كارثية، أما كونك تجبره أنه يقعد في نزل ويخلص هو الإقامة، الحقيقة ما تنجمش، على خاطر شنو يبرر أنك ألف التوانسة ما يخلصوش ومن بعد تجي وتقول من هنا فصاعدا باش يخلصوا. فما مبدأ مساواة. وقفت الدولة مش لهالدرجة، راهو ما تمثلش حاجة كبيرة كبيرة برشا. صحيح أنه فما برشا إنفاق، ما نعرفوش سونيا بلوس لانفيني شهر آخر، ذيك علاش قالك اليوم احنا نحكيو على اللي مشاو قبل. اللي مشاو قبل، مانيش نحكيو على اللي باش يسافروا من هنا فصاعدا.